السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل أبي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك تحية عطرة لكل متابعي الصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. نتكلم في هذا الفيديو فقط عن قضية تقسيم النحل أو تلقيح الملكات. الإخوة يعني الذين يقطنون في المناطق الداخلية، مناطق الهضاب العليا الجزائرية وكذلك بعض مناطق السواحل، فيما يخص تلقيح الملكات في هذا أو في الشهر هذا، هل تتلقح الملكات أم لا؟ ونتكلم عن تلقيح الملكات في هذا الشهر. عندي هنا ما شاء الله ثلاث ملكات، يعني تقسيم جديد فيها من عملة إحلال وفيها تقسيم، تلقحوا يعني كامل. الملكات خرجت منذ 15 يوم، اليوم 15 يوم. ألقيت نظرة فوجدت أن هناك يرقات وبيض وممكن حتى في إطارين، يعني ما شاء الله. فقط النقطة هذه لمن يسأل عن تلقيح الملكات في بعض المناطق من الجزائر مثل الهضاب العليا، الأوراس، مناطق الداخلية وبعض المناطق الساحلية كذلك. هناك مناطق، لا نقول كل المناطق، وإنما مناطق فيها ما زالت فيها الذكور، والملكات تتلقح بشكل عادي جدا. يعني اليوم تاريخ هو 7 من شهر 10 2022، الملكات يعني خرجت منذ 15 يوم، معناه يوم 23/9/2022 خرجت الملكات. الأسبوع السابق لم أجد ولا بيض، يعني الجمعة السابقة، لكن الجمعة هذه ما شاء الله وجدت أن هناك يرقات وبيض، وكل الملكات تلقحت. كما نشاهد يعني النحل يرعى عادي، يجذب حب اللقاح، وكأننا في فصل الربيع. في بعض الأحيان تنزل الأمطار، ومباشرة في اليوم الموالي تشرق الشمس في الصبيحة وتكون الحرارة يعني معتدلة. هنا تخرج الكثير من الملكات العذروات للتلقيح، وهذا شيء إيجابي جدا. فيما يخص بعض النصائح التي أقدمها، عندما يكون لديك عذروات أو تقسيم جديد أو خلايا فيها قامت بالإحلال أو الطوارئ، لا أنصحك بالفحص. يعني من الأحسن أنك تفحص مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع فقط، لأنه في بعض الأحيان النحال هو الذي يفسد التلقيح على الملكات. كذلك هذه ملكة تلقحت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.